بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر إذا نزل بك هادم لذاك، تذكر وأنت تنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات. تتخيل نفسك عبد الله في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وآهاته، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، وبدأت الروح تخرج من أعضائك عضوا عضوا، فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبست الشفتان وشخصت العينان ثم بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. الحالة التي أنت عليها أترضاها للموت؟ كل نفس الموت. نعم ستموت. دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلا، دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلا، وكيف بنا دود المقابر يفعل، إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي، إذا صرت في قبري وحيدا أململ. أعظكم بالموت وسكراته، أعظكم بالقبر وظلماته، أعظكم بالموت. أبلغ المواعظ. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أيها المغرور، أما رأيت ميتا من غير سقم؟ أيها المغرور، وأيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير علة؟ والله ستبيت في القبر وحدك فريدا وحيدا في التراب، وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. فاعتبر بمن مات قبلك وربي سأندم. فماذا أعددت لذلك اليوم؟ كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر. أفق من سكرتك قبل حسرتك، وتذكر نزور حفرتك وهجران الأقارب. أيها المغرور، يا سالكا طريق الغافلين، أيها المغرور، ويا راضيا بطريق الجاهلين، متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ سؤال أخير. هل أنت راض عن حالك؟ وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم؟ هل أنت مستعد؟ يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.